الارض للمواطن مش اقل من 25%. واحنا النهارده حكايه تجاريه في القاهره في مركز ايجار المكان المشروعات والمتوسطه عن كاهل العارضين نفس الاماكن اللي هيدفعوها دوله رئيس الوزراء اننا في 170 للمستهلك عارض خصومات من 25% على كل الادوات المدرسيه 64 عربيه بليز. ايه الحاجات اللي ما ينفعش ما حطوش عليها تخفيض؟ في عربيه في بعض دول زي كشكل وكرديس لان نسب الاهم فيها كلها شركه المكتبات سعر معينه وكل العارضين اللي عندهم مكتبات بتروحها كلهم مشاركين.